دكتور نايف، خلينا نتكلم عن نقطة في غاية الأهمية. يعني 8 جولات لم نرى أي رئيس نادي يخرج وينتقد التحكيم. بعد الجولة الثامنة بدأت بالرئيس نادي الباطن، وبعدها الآن شفنا رئيس نادي الشباب، والبقية تأتي. أنا بيسمح لي بس بعلق على رأيي، أحترم الزميل، لكن دائما على الصوت تدري أن العمل خطأ. إذا على صوت إدارة النادي أو الفريق فأعرف أنه اتجه في الاتجاه الخاطئ. أحترم الشباب كنادي وأعرف أن وقع عليه أخطاء، لكن هذا مع احترامي الشديد لهم كلام فاضي. بيان وما ودنا نضغط على الحكام، وكان ما ودنا عندنا إحصائية الجميع بما فيهم حصل على 3 نقاط مع نادي الاتحاد كانت غير صحيحة بآراء الحكام المتخصصين في هذه الأشياء. على الشاب أن يعمل على الفريق، فريق الشاب الآن الحالي من يتابع فريق الشاب لا يشبه الشاب في شيئين، حتى في أسوأ مواسمه الماضية. على الصعيد الفني وعلى الصعيد التنظيمي، الصعيد الفني القادسية تعادل، رائد تعادل، الوحدة تعادل، الباطن خسر، يعني من فرق كلها في الوسط وأسفل. بس فاز على الأهلي، فاز على الاتحاد. أي الاتحاد كان خطأ تحكيمي، والأهلي أنا بالنسبة لي على وضع الشاب، أنا أحترم الشاب ككيان كبير، لكن كانت لي مفاجأة. العمل الشبابي كان خطأ من بداية الموسم، لذلك أنا أقول لك الصوت على الآن، لأن تفاجأت أصلاً أن الشاب جمع كمية النقاط وهذا المركز، لأن العمل سيء. الآن نجم زي محمد العويس مطلعينهم بيان ضده، واللاعب من الموسم الماضي السوء في العمل الفني ولا في العمل الإداري؟ العمل الإداري والعمل المالي والتنظيمي في الشباب. الآن بيان زي البيان هذا، أنت اقرأ زي البيان، وبررت الإدارة الشبابية صمتهم الأخطاء المتكررة بعدم ممارسة ضغوط والتركيز على دعم الفريق. أنا ما شفت دعم الفريق، شايف الفريق يخسر نقاط، شايف الفريق لا يقدم مستوى جيد، شايف اللي أيضا سكتوا لما كان معكم التحكيم، ولا لما حصل خطأ تحدثته. حتى الباطن لما تحدث الباطن على رئيس نادي الباطن، أنا النادي هذا من الداعمين له، نادي الباطن عليه من يعيش الواقعية في الواقع. الدوري قوي ودوري أقوى من المرات القادمة، فكسب نقطة واحدة مع أي فريق مقابل لكم حاليا تعتبر مكسب لنادي الباطن. لذلك الصوت دائما أخو خالد، أي واحد صوت يعلى دائما كذا، من تجربة في وسطنا الرياضي فأعرف دائما أن الفريق في مساره خاطئ جدا. البعض تبرير، والبعض الآن يأخذ التحكيم هذه حجة لضعف الفريق وضعف عمله. بس